ايه رايح بيكا؟ انا اول مره اشوفها. اول مره تشوفها انت غبي يا ابني، التحديث نازل من بدري. اوكي على وي، اكيد انتوا عارفين التحديث ده برضه مش زي حركات المجنون. التحديث ده على وي ان انتوا بتقدروا تغيروا العربيه بتاعتكم. ليتس جو بقت عربيه هوت دوج. طبعا انتوا كلكم عارفين حاجه زي دي اكيد، يعني ده نازل من فتره. ليتس جو، بصوا على وي دلوقتي بقت عربيه سندوتشات كده عادي، فول وطعميه. تقدروا تغيروا من هنا كده. يب بقت سندوتش. وات ايه ده؟ انا اول مره اشوف دي بقى بصراحه. لا لا لا، واجب عليه ده بقت عربيه بسكوته بالبندق. هلا دي مالكم جواه؟ ايه ده تدخل جواه؟ استنى حرامي حرامي استنى. او ماي جاد، ده فيها كل حاجه حركات ممكن تتخيلها. لا لا، ده فيها بسكوته بالبندق وشيكولاته بالمبن. يا روح بيكا وكحكه واللاي. اوه انت جاي عشان تسرق؟ انا اغير لك المجال كله، بدل ما هي عربيه بسكوت خلي لك مثلا عربيه ايس كريم. اوه بقت عربيه ايه اللي دلوقتي؟ يب دي عربيه الايس كريم. بص واضح حركات دلوقتي. بص غيرت لك الحاجات، بقت بص بتاعت ايس كريم. ايه ده ليه ما بقتش ايس كريم؟ رجع شوكولاته. لا لا مش رجع شوكولاته، ده انت نوب قوي. ازاي ما كنتش عارف التحديث ده؟ تعالى واضح حركه تركب كده. اوكي اركب اركب بسرعه. واللي بولي التحديث نازل من فتره يا ابني، ازاي ما كنتش تعرف؟ بص على الواد دلوقتي، احنا ممكن نروح قدام محل الايس كريم ونبيع الايس كريم ده بسعر ارخص من بتاع المحل، وتشوف بتاع المحل هيعمل ايه بقى فينا. اوكي ايه ده؟ الواد ثعلب دوج اهو. ثانيه 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 ثانيه. اوكي ثعلب دوج ازيكم؟ خلينا نركن العربيه، انزل واضح حركه تعالى. ثعلب دوج. اوه انتوا بتعملوا ايه ثعلب؟ ابو علي انا ببيع لبس ابو علي كلاسيكي ب 10 جنيه. العيال دي بتبيع لبس حركه تلحق. وانا مالي؟ طب مش نشبهه باللبس ونجي؟ اللي نسرق اللبس انت اي حاجه يعني؟ انت بتسرق اكل قلنا ماشي عشان جعان، هتسرق لبس ليه يا ابني؟ لا لا لا، عشان الحفاضه بتاعتي مش نظيفه. ما عندهمش اصلا حفاضه. ثعلب هو انت بتبيع حفاضه؟ ايه ده بقى لي حفاضه ايه؟ لا مش ببيع حفاضه، ببيع لبس كلاسيكي. اوه كلاسيكي؟ اوكي. بقول لك الحركات، تيجي نغير الطقم بتاعنا؟ يا ابني بص انا مش معايا فلوس فلوس، انا بص فقير زيرو بري بوكس. اه صح انت نوب، مش هحول لك ولا روبوكس حركات عشان بتصرف كل فلوسك. يا ابني ما بقاش العاب كتير. هو انت لازم تشحن روبوكس يعني في الالعاب الكتيره دي؟ طب اعمل ايه بس تايم؟ والله انت نوب ولا حركات. اوه ايه ده؟ ده في واحد جه. او ماي جاد، ده جاي يشتري اللبس ده ولا ايه؟ لو سمحتوا انا عاوز اشتري احسن لبس موجود هنا، انا غني ومعايا فلوس كتير، عاوز اشتري لبس كتير يلا بسرعه عشان اصحابي يعرفوا ان انا معايا فلوس بدل ما بيتريقوا عليا. اوه ايه ده؟ ايه ده ثعلب؟ هو انت عندك لبس نظيف يا ثعلب؟ امال ايه لبس نظيف دي؟ انا بقول لك ببيع لبس كلاسيكي. تعالى يا كابتن اشتري من عندي احسن لبس في بروك هيفن. اوه احسن لبس؟ انت لبسك نوب اصلا. الواد دوج بص عنده لبس لونه احمر وبامبا. تعالى تعالى يا كابتن، الواد دوج عنده لبس احسن وكمان ثعلب بيبيع ب 10 جنيه، دوج بيبيع بخمسه، في فرق سعر على فكره. انا بص ما يفرقش معايا السعر، اهم حاجه اللبس يكون حلو، اصحابي يعرفوا ان انا غني بدل اللبس الوحش ده بيتريقوا عليا. شايف؟ اه صح انت لبسك مش حلو خالص. اوكي اوه بس ازاي انت معاك الروبوكس ده وشاري اصلا البريميوم في بروك هيفن ولبسك نوب كده يعني؟ ما انا بص معايا روبوكس بس مش عارف اعمل ايه، خايف اشتري حاجات وتطلع مش حلوه. اوه انت خايف تشتري حاجات اصلا؟ استنى يا دوج بس. اوكي دوج بيبيع بخمسه ثعلب ب 10. طب بص اقول لك على حاجه، يعني انت كل الفكره ان انت مش عارف تعمل افاتار حلو. ايوه بص بالظبط كده، وانا معايا روبوكس وعاوز اشتري الحاجه بس خايف تطلع وحشه واخسر الروبوكس اللي معايا في الاخر. اه انا فهمت، الحق ولا حركات. بقول لك يا كابتن اديني بص بالروبوكس ده وانا اروح اشتري حاجه، ولو طلعت حلوه ولو طلعت وحشه باخدها انا. طب وانا استفدت ايه؟ ايه ده؟ مين الحرامي المحترف ده؟ لا ده بص ده ابن خالتي، يعني بص هو شغال كده سرقه على طول. وانا مالي؟ طب مش نضحك عليه بص وناخد منه بالبوكس. يا ابني يا ابني ما ينفعش يا ابني، العلويه كلهم شايفيننا كده، انت بتثبت لهم ان انت حرامي. طب انا مش حرامي. انت حرامي انا مش حرامي. لا لا لا، طب بص اقول لك على حاجه، طب بص كده بس على جنب بقى عشان محدش يسمع. طب طيب ماشي اهو، جيت على جنبه. اوكي اوكي ثانية علوية، ما تشوف الغبي ده عاوز ايه. وانا مالي؟ بص بقى بص كده اهوت، مش انت دلوقتي بص بتشوف فيديو؟ اه بالظبط بقى. ايوه يعني ايوه، اعمل ايه برضو؟ بص بقى اقفل الفيديو، وتعال بص بقى بعد ما تقفل الفيديو تعالى نشوف منه بري بوكس. اوه على اساس ان محدش عرف دلوقتي. غبي حرامي حرامي وغبي، يعني عارفين عارفين الحرامي الغبي؟ ايه ده انت جايب الكحكه دي منين؟ شيه سرقتها منين يا ابني؟ احنا ما رحناش مطاعم يا ابني، شتها بعبايه. انت يا ابني انت كل حاجه سرقه كده بس بقى. اوكي بقول لك يا كابتن، طيب ماشي انا هعمل لك افاتار، وبص قبل ما تشتري اي حاجه هتشوفه بنفسك، ايه رايك؟ ايه ده بجد؟ ازاي انت لو قدرت تعمل كده بجد انا هدي لك الروبوكس ده. انا كل اللي نفسي اعمله ان انا اكون غني والافاتار بتاعي يكون شكله حلو وما اخسرش الروبوكس بتاعي على الفاضي، خايف اشتري حاجات من على الموقع وتطلع وحشه. اوكي اوكي انا هعمل لك الافاتار
وخلولك 100 100 اوكي، وكمان عملولك ببلاش، مش تدفع ولا الروبوكس. ايه ده بجد؟ ازاي؟ ممكن توريني؟ هوريك كل حاجه، حركات الفرخه. ايه رايك انت كمان تعمل افاتار غني؟ انا حبيك يا ابني، جاب لي مغبر الروبوكس، لازم الروبوكس بقى يا ابني. لا بص، عن طريق الافاتار والاي دي بس يا ابني، انت مجنون. انا اوريكم كل حاجه. اوكي، على التحدي بتاعنا دلوقتي ان احنا نعمل راجل غني من غير ما ندفع ولا الروبوكس. يلا بينا. طيب يا لويه، زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا بقينا على الموقع بتاع لعبه روبلوكس. كل اللي هنعمله طبعا ان احنا هنكتب ريتش مان او ريتش كده عادي. بعد كده على لويه هندخل على الماركت بليس. ليتس جو. هيجي لنا الحاجه بقى اللي موجوده هنا على لويه. بصوا بقى، في حاجات كتير على فكره في الدماغ دي جامده جدا. شوف على لويه، في حاجات كتير تحت. بصوا وات، بصوا دي قبعة ب 91,000 روبوكس. ليتس جو، جامده جدا دي. بس طبعا قبل ما نختار الحاجات دي كلها على لويه، هنيجي هنا طبعا وهنحدد اللي هو الملابس. اوكي، ندخل على الملابس بسرعه. هيظهر لنا كل اللبس اللي انتم شايفينه ده على لويه. جامد جدا اللبس ده. بصوا 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 بصوا، في حاجات كتير تحت. واو، البدله دي جامده والله. اوكي اوكي، هندخل ناخد التيشيرت ده. بعد ما دخلنا على لويه، بصوا هتلاقوا التيشيرت موجود هنا، الاي دي بتاعه. بس خدوا بالكم لان التيشيرت ده مفيش ليه بنطلون، فاحنا لازم نجيب بنطلون مع التيشيرت. بمعنى دلوقتي هناخد كلمه ريتش دي كوبي طبعا، عشان هنيجي على لويه هنا كده في اللبس وهنختار التيشيرت. اوكي، فبعد ما حددنا دلوقتي التيشيرتات هنعمل كده وندور بقى. هيظهر لنا كل التيشيرتات دي. اوكي، بصوا 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 بقى، في حاجات كتير. وط، في بدله جامده والله على لويه، شكلها جامد. اوكي، هنختار واحده تكون مناسبه ان انت تكون غني. شوف على لويه البدله دي. اوكي، البدله دي جامده، هدخل اجيبها دلوقتي بقى. بصوا، هناخد الاي دي كوبي. بعد ما هناخده هنيجي طبعا على لويه عند اللعبه بتاعتنا، وهنحط الاي دي على لويه بالشكل ده. ليتس جو. دلوقتي انا ايه، لبست التيشيرت اهو، التيشيرت. هلبس البنطلون. اوكي، البنطلون بتاعي على لويه اهو، موجود هنا برضو اهو. البنطلون هو الجامد ده على فكره، في منه اصفر. بص الاصفر اللي تحت شكله حلو. هناخد دلوقتي على لويه الاي دي، بعد كده هنروح اللعبه نحط الاي دي. بص دلوقتي بوم، لبست البدله. ليتس جو عالجمدان. بعد كده طبعا هنيجي فوق بقى ونحدد على لويه بقى ايه الاكسسوارز، اللي هو الحاجات بتاعت ايه الغني بقى، بس حاجات اكسسوار كده على لويه بقى، زي مثلا ايه نضاره، سلسله بقى، الحاجات دي كلها. اوكي، فهنزل تحت كده بسرعه بسرعه. في حاجات ايه حلوه اهي، هنختار طبعا المناسب للرجل الغني يعني اللي احنا نلبسه. اوه ماي جاد، دي جامده. شوف على لويه بكام، ب 12,000 روبوكس. هناخد الاي دي نلبسها مجانا يا حبيبي في بروك هيفن. بصوا تتلبس دلوقتي. وات، لبستها دلوقتي بقى. ممكن نلبس كمان نظاره او اي حاجه. واضح حركات انت ما بتعملش ليه يا ابني؟ يا ابني بداوي، فاتح الموقع وبداوي. دور دور براحتك فرخه. شوف على لويه دلوقتي، انا غيرت القبعه بتاعتي. بصوا خليتها دي. وات، جامده جامده دي كمان. ممكن كمان احط ايه واحده تانية نجربها. بصوا في واحده اهي، خلينا نشيل دي مثلا. اوكي، البنفسجي برضه شكلها حلو، بس احس ان التانية احسن. انا علوية احسن، دي ولا التانية؟ انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات. انا دلوقتي بدور على نظارة او اي حاجة كده. وات، في سماعة جامدة اهي. اوكي يا علوية، ناخد الاي دي بتاعها اللي فوق ده، هي دي السماعة بتاعتنا زي ما انتم شايفين. هنيجي هنا اللعبة عشان طبعا نحط الاي دي بالشكل ده. اوكي، ياب، لبست السماعة. او ماي جاد، وات، بص حركات شكله عامل ازاي. اوكي اوكي، دلوقتي علوية تقريبا انا كده خلصت، بس كان لسه النضاره ولا لا؟ احس كمان القبعه مش شكلها مش لطيف يعني، المفروض ان القبعه يكون لونها اصفر. بص على لويه، انا جربت بصراحه القبعه دي اهي، لبستها اوريكم شكلها. شوفوا، احس ان هي شكلها مع اللون الاصفر احلى. عامه في حاجات كتير ممكن نلبسها، انا ما لبستش نضاره عشان طبعا انا لابس قبعه. لو عايز البس نضاره يبقى لازم اشيل القبعه عشان يبقى الشكل حلو. اوكي، ممكن نجرب حاجات ثانيه. واضح حركات راجل واد يا ابني، بص بص شوي. والله بص شكله حلو، شكله حلو. اوكي بص يا كابتن، دلوقتي اللبس بتاعي، وفي بص اللبس بتاع صاحب حركات. ايه رايك بقى اختار لبس؟ ايه ده، صاحبك ده لابس اسود ليه وحرامي؟ إيه مش عارف بصراحه، انت ورايك بقى يعني، لو عجبك اللبس بتاعه تاخده. بص اللبسي، ايه ده انت لبسك بص لونه جولد كده وباين عليه ان هو فلوس. طيب طيب، انا اختار لبسك انت. لا لا لا، دي بقاميه، ليه ما تاخدش اللبس بتاعي؟ انت لبسك لونه اسود وده لبس الحرميه، لكن اللبس بتاع صاحبك لونه بص جولد كده، تحس ان هو غني. هناخد اللبس بتاعه. اوكي اوكي، وعلى فكره كل اللبس ده مجاني، تقدر تعمله مجاني من غير ولا روبوكس. ايه ده بجد؟ طب ماشي، خد بقى الروبوكس ده، انت هديه. شكرا شكرا على اللبس اللي انت اديتهولي ده، انا فرحان جدا، اخيرا عملت افاتار وشكلي فيه بقى غني، اروح اوريه لاصحابي. يلا مع نفسك بقى، باي. اوكي على لويه دلوقتي، بص على الافاتار بتاعه، وتقدروا بقى بعد ما تعملوا الافاتار بتاعكم على لويه ان انتوا تيجوا هنا كده وتحفظوه. ماشي، ممكن نيجي هنا كده في اي حته فاضيه طبعا، ونروح جايين على لويه كاتبين مثلا ايه، نكتب غني اوكي بالشكل ده، ونروح جايين عاملين سيف كده بس. فشوف على لويه دلوقتي بعد ما اعمل كده اهو، رجعت الافاتار بتاعي، اجي هنا
البس نفس الافاتار يا حبيبي. ليتس جو، وادي حركات الفرخه، انا اللي كسبت. قول يا نجم حبيبي، انا مش كنت اكسب واخد البربوكس من وين؟ انا اللي خدت الروبوكس. بص حركات اللي معاه فلوس كتير. بص 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 حركات، انت يا ابني هات بص البربوكس معاك ده اول. طب بص حركات، انا عندي لك تحدي، ايه رايك؟ انا هدي لك الالف روبوكس دي، بس طبعا بشرط تكسبني في تحدي. وايه بقى يا حبيبي التحدي ده؟ اول هقول لك على كل حاجه، ويلا بينا نلعب دلوقتي. اوكي علويه، التحدي بتاعنا الراجل ابو كرش ده العجوز، وبص صوره جيراني. طبعا يا علويه التحدي ده حقيقي، في ايزي وفي هارد. اوكي احنا دلوقتي هنعمل هارد طبعا. وده حركات، انت عملتها ايزي ولا هارد حركات؟ ابو تيجي شباب بهدد. ايه ده، ما تكذبش حركات، قول لي الحقيقه يا ابني. ده بقول لك. طب ماشي حركات. طبعا يا علويه التحدي بتاعنا ده لو حركات كسب هديله 1000 روبوكس حقيقيه. اوكي خليكم فاكرين كويس، اللي هيكسب هياخد 1000 روبوكس، ولو انا كسبت هاخد من حركات 1000. ماشي حركات. طب ولا بينا بسرعه دلوقتي على الواد التحدي بتاعنا. احنا في الاوضه دي في طبعا معانا ناس من المتابعين. ليتس جو، تعالى كده بسرعه. المفروض دلوقتي بيقول لنا دور على المفتاح. هندور على المفتاح. المفتاح ليتس جو. يب خلينا ناخده. اوكي خدنا المفتاح، تعالى بقى كده افتح ابو علي. وات، في كانيش نش. ايوه كانيش نش. اوكي في هنا ترابيزه، نوت نوت كده ابو علي. ليتس جو، هو ده علويه كرشو. ازيك يا كرشو؟ او ماي جاد، وانا بعلي رسبتك. قولي مولي قولي مولي، بسرعه بسرعه بسرعه. سبت مين الفرخه؟ انت ميت جنبي، بسرعه ترد على كرش الراجل. بسرعه بسرعه بسرعه. يا ابني كنت بشوفه صاحي ولا نايم؟ ده شكله مش صاحي. اه والله شكله صاحي. يا حلاوه، لبس النضاره وجاي يجري ورانا. او ماي جاد او ماي جاد، بسرعه بسرعه لازم نجري. بسرعه بسرعه، تعالى كده حركات دلوقتي بقى، لازم نجي هنا كده. اوكي في كوينز ده ولا ايه؟ في ليزر. طبعا يا علويه لازم اكسب، لو كسبت مش هحول لحركات 1000 روبوكس، لكن لو خسرت هحول لحركات 1000 روبوكس، فلازم اكسبه حركات الفخه. إيه يا عم كانش نوشه؟ ايه ده، هو شكله بيعمل كده ليه يا علويه؟ مش عارف. في تيشرتات على الارض اهي، انا ممكن اخد تيشرتين من دول اروح اديهم للواد ثعلب بدوج. اوكي بسرعه 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 بسرعه، نط كده بقى. في حاجه لازم نشغلها، افتح. ليتس جو، افتح. فتحت فتحت فتحت. متاع علويه دلوقتي ولا ايه؟ اوكي انا تقريبا جايب لي بتاع ان انا اشتري. الو، مش عاوز اشتري يا كابتن، مش عاوز اخسر الروبوكس بتاعي في الحاجات دي. انزل كده، افتح. فتحت فتحت. ليتس جو. ايه ده علويه، احنا في في مطبخ. السكاكين اهي. طبعا يا علويه بصوا، لو نزلت علينا تعملنا كفته. او ماي جاد، عديت. الميكرويف، احنا ندخل الميكرويف دلوقتي. اوكي اوكي بسرعه. وات، في ليزر. رجعت تاني بسرعه بسرعه بسرعه. اوكي ايه كل الحاجات دي يا كابتن؟ انت عايز نشتري وخلاص. في ليزر على اللي بتاع الميكرويف، لازم يطلع لفوق بعد كده نعدي منه. اوكي او ماي جاد، ده فاتح الحوض يا علويه، معناه ان احنا لازم نستنى. مولي مولي علويه. اوكي اوكي عديت. او ماي جاد، انا كنت فاكر ان هي صعبه. افتح بسرعه يا كابتن. يب يب، الواد حركات سبقني طبعا. ده علويه اللي ورايا ده واحد من المتابعين، مش حركات اصلا. خلاص يا كرشنوشه. ليتس جو، السم جاي لنا هنا. اوه بيقول لنا هات سلم 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 سلم. اهو السلم يا علويه، هنجيب السلم بتاعنا هنحطه هنا. ليتس جو، بعد كده اطلع. افتح 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 افتح. فتحنا البوابه. اوكي علويه دلوقتي المفروض ان يدينا سرعه. اوه على السرعه الجامده دي. ليتس جو، في فخ تحت، انتوا متخيلين لو وقعنا في الفخ ده؟ خلاص كده احنا ميتين. حركات علويه زبني بكتير حركات الفرخه. اطلع كده ابو علي بسرعه. والله كان قدامي، قول لنا الزرار يا علويه الحقوا. اوكي اوكي بسرعه بسرعه. ازاي النط؟ النط يا علويه المفروض ان هي كبيره. الو وات، ده بيحدف عليا. ايه ده، بيحدف عليا ليزر كمان. اوكي ازاي النط يا كابتن؟ ازاي وات؟ هو انا كل ما اجي انط تيجي تشغل الزرار؟ خلاص عرفنا. اوكي دلوقتي بسرعه بسرعه بسرعه، لازم اجي هنا. جيت 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 الحمد لله. وايه ده النصب ده؟ والله حرام، اخرني الفرخه ده كتير يا عم. حرام خلاص كفايه. بسرعه بسرعه بسرعه، تركيز دلوقتي. اوكي عديت بسرعه 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 ابو علي، شغل الزرار. ليتس جو، شغلنا الزرار. بيحدف عليا. ده بتيجي من هنا. اوكي علويه بتيجي من هنا اصلا، انا ما كنتش واخد بالي، انا افتكرت هو اللي بيحدفها جوه برضو بالزرار عشان تكونوا عارفين. وات، ده بيحدف عليا برضو، انتوا متخيلين؟ اوكي ايه ده، رجعنا تاني ولا ايه؟ لا ما رجعناش، احنا هنا المفروض ان احنا نعدي من عند اصغر حاجه اصغر حاجه اصغر حاجه زي البنت دي. ايه ده، ده حتى كتاب على دماغي على علويه. دي بتلعب دي ولا بتذاكر؟ مش عارف. اوكي تركيز، عدينا بعد كده نطلع بقى هنا كده. يب اطلع بقى علي. ايه ده البتاع ده متحرك. بسرعه 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 بسرعه، بيمشينا. دي متاهه دي على علويه، بس جامده. عن طريق السلم الكهرباء المتحرك ده هو اللي بيحركنا بسرعه.
اوكي هننزل من الفتحه دي. انزل الف روبوكس اخسرها لو ما مشيتش بسرعه. حركات الفرخ زبل. وده حركات انت في ستيج رقم كام؟ 27 انا نصب انت قدامي اهو. بسرعه 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 اطلع كده ابو علي. اوكي هنجيب واحده من دول واحده من دول واحده من دول. حط كده ابو علي. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. عدي عدي. ما ينفعش ناخدها لازم نروح نجيب واحده كمان. ليه بس كده يا كابتن؟ كل مره بعملها كده في اي لعبه باركور. ليتس جو. هات واحده ثانيه بسرعه. هننزل هننزل نروح نحطها هنا. اوكي بعد كده نجيب واحده ثالثه واحده ثالثه واحده ثالثه. اسرع اسرع اسرع. اوكي بسرعه. يلا علوي يلا عشان اكسب الواد حركات. مش عايز ادفع له 1000 روبوكس. اوكي حطها هنا. يب عديت 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 حركات الفرخه حركات اللي صورها علوي. يا كان شنوشه سيبنا كمل. اوكي علوي دخلنا. ايه ده حركات جه عندي لازم اسرع انا كمان. يب فتحت. بعد ما دخلنا هنا علوي افتح 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 افتح. اوكي في متاهه في جولد جولد جولد. مش عارف الجولد ده بيدينا ايه علويه. اوكي ده بيقول لنا انت لقيت 2 من 7. اوكي ده احنا هنا كده. فخ يا نار زبادي ما اعرفش ان هو في فخ والله. بسرعه بسرعه ابو علي تاني. هندخل بقى يمين يمين. اوكي افتح. لازم فتحت افتح. في الراجل ابو كرش. الراجل ابو كرش قدامنا هو معناه يجري ورانا. يب يب ابو كرش ابو كرش ابو كرش ابو كرش. او ماي جاد الحمد لله بيتحشر في الترابيزه علوي. لو ما كانش بيتحشر في الترابيزه كان زماني دلوقتي ميت. اوكي نط هنا كده ناخد سلاح طبعا. او ماي جاد بس انت عايزنا نشتري منك اي حاجه وخلاص. اوكي نيجي هنا افتح. او ماي جاد لو يدينا سلاح ونضرب ابو كرش هتكون جامده. افتكرت والله ان انا اخد سلاح بس تقريبا ما ينفعش. فمعناه ان احنا هنيجي هنا بعد كده. او ماي جاد علوي ده بعيده قوي. ايه ده ازاي بعيده جدا. بالعافيه النط بالعافيه. اوكي بتقول لنا يلا. البنت دي طلعت عربيه كمان. ليتس جو. كل بيلعبوا معانا علوي على فكره من المتابعين. ليتس جو انتوا ممكن كمان تلعبوا معانا عن طريق ان انتوا تخشوا على الحساب بتاعي او الحساب بتاع حركات وتدخلوا معانا اي لعبه عادي جدا. بصوا هي كمان اهي بنت بتلعب معانا عادي من المتابعين وفي متابعين كتير ورا برضو بيلعبوا معانا اللي انتوا شفتهم في اول الفيديو. ليتس جو بسرعه بسرعه. ازيك بتقول ازيك. اوكي والله ارد عليك. استني الحمد لله. ايه ده انت بتسلم عليا وتمشي. الحمد لله بسرعه. مشيت مشيت مشيت. انا كمان لازم امشي. او ماي جاد على فكره دي مش اصول سلام يعني. الو الو مش اصول سلام دي انت تسلم عليها وتطلع تجري. اوكي وات ايه ده الحوا علويه لو جت علينا احنا ميتين. اوكي اطلع اطلع بسرعه. او ماي جاد جامده جامده جامده. ازاي كان شنوشه ما تكلمنيش بالليل حركات سبقني. علويه احنا في متاهه. وات طب احنا نمشي ازاي؟ الو 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 الو. اوكي اوكي المتاهه دي معناها علويه ان احنا لازم نمشي اي حاجه في اي حاجه لحد ما نكتشف الطريق الصحيح. وبما ان في متاهه معناها دلوقتي احنا بقينا حظ. اللي هيكسب طبعا هيكون كسب عن طريق الحظ لان المتاهه ممكن تمشي فيها تضيع وقت كتير وفي الاخر تلاقي نفسك بكل سهوله خسرت. وات في طريق. واو الطريق طلع صح. او ماي جاد والله يا علويه ماشي بالحظ. والله اول مره جينا وماشي بالحظ. او ماي جاد على الجمدان حظ ابو علي اسطوري. بس انا مت دلوقتي. الباركور ده رخم قوي يا علويه تخين من حته ورفيع من حته. لازم نروح يعني من على الجنب عشان نعدي. انا اول مره اشوف كده بصراحه. يلا بينا ليتس جو. طبعا البنت العلويه دي ماشيه معايا. بس حركات الفرخه انا عاوز اجيبه عشان كده اديله 1000 روبوكس. حركات ما يستاهلش ياخد 1000 روبوكس حتى. اوكي بسرعه. ادي ابو علي ابو روبوكس يا حبيبي. حركات مره بيكسب. اسرع ابو علي اسرع. نوتي 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 بسرعه بسرعه عشان نكون مشيتنا اقوى. ليتس جو. المروحه طبعا كانت مبطئانه. محتاجين نيجي هنا هنا بسرعه. عدينا. يلا تعالي بقى دلوقتي نطلع فوق. اكيد في ليزر. لا مفيش ليزر. اوكي علويه جامده. على فكره التحدي ده جديد ولسه نازل لعبه روبلوكس تقدروا تلعبوه تجربوه تقولوا لي رايكم فيه كمان واقول لكم ازاي تقدروا تلعبوه. بس الاول اروح لحركات الفرخه عشان احنا محتاجين نفعل الزراير. تعالي 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 لازم نفعل الزراير. في زرار هنا وفي زرار الناحيه الثانيه. بسرعه نط كده. اوكي اوعى تقع يا. بسرعه انا وانت عايزين نكسب حركات الفرخه. ارجع ما ينفعش نيجي من هنا. اوكي ينفع. اختصار اختصار علوية جامد. يلا شغل شغلنا. بعد كده في زرار هنا بيقول لنا تعالى هنا. اطلع ابو علي. بس كنت طلعت. اخر زرار ده هنفعله وبعد كده وات. يلا بسرعه. اوكي فعل فعلنا الزرار. افتح البوابه. اوكي يلا دي بوابه الخروج. ليتس جو. جينا فين علوية؟ او ماي جاد المنظر الجامد ده. في ليزر. طريق 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 طريق. الطريق ده بيعدي منه عربيات. اكيد العربيات دي مش شغاله. ادي ايه فايده الطريق طيب؟ مش عارف. ايه ده ده لسه. انا افتكرت ان احنا خلصنا. لسه لسه الحمد لله. معناها ان انا ممكن اكسب حركات علويه برضه. اوكي
ايه دلوقتي؟ انا مش عارف حركات فين اصلا، والله ما شايفه. في الكهف تحت، احنا المفروض ننزل هنا. ازاي كان شنوشة بالسرعة؟ بس جو تركزوا في النقطة دي عشان ما نموتش طبعا. بس حركات الفرخة بسبق دي معناها كده حركات النوب شكله والله ياخد 1000 روبوكس حقيقية، اللي هو مش اللي 1000 روبوكس اللي في بروك هيفن، لا 1000 روبوكس فعلا حقيقية. اوكي بسرعة، يا نهار زبادي. خلاص كده معلم على السلم، يلا حركات الفرخة. انت فين؟ ابني مش خلصت اللعبة. وات؟ او ماي جاد، الراجل اللي ابو كرش بقى قالي. اوكي هو ده علوية، اصلح والله. اضرب في دماغه بقى، في دماغه علوية عشان اقصر فيه اسرع. اوكي نمسك نوبة. انت ابو كرش ما بضربش ولا ايه؟ يا نهار زبادي بيضرب علوية، القالي بتاعه او ماي جاد دمه كبير جدا. اللعبة عندي وقفت والله، وقفت والله. الكذب ده حركة اتأكرت الجهاز بتاعي يا ابني، ولا بقيت جنبك؟ او ماي جاد والله اللعبة وقفت علوية كده، معنى الحركة اتكسبت. طبعا يا لو عايزين تجربوا اللعبة دي هتظهر قدامكم دلوقتي، هي دي اللعبة، روح جربوها وقولوا لي رأيكم. كده حركات للأسف لازم اديله 1000 روبوكس. انا واجب علي، انا اللي كسبت يا حبيبي، هات بتشاب روبوكس. طب طب خلاص اديلك الروبوكس. اوكي يا لو حركات الفرخة هو اللي كسب بقى زي ما اتفقنا. دلوقتي انا هحول الحركات 1000 روبوكس حقيقي زي ما اتفقنا طبعا، لان هو اللي كسب. خلاص هحول لك دلوقتي، بس طبعا انت اللي هتصور وتوري العلوية ان انا حولت لك، عشان انا ممكن احول لك وانت تنصب عليا. طب خلاص اتصور دلوقتي ولا اوريك كل حاجة. اه اللي هو يا بتشاب روبوكس كل حاجة بوتشو، ادي واتي بتاع حساب بتاع بيوك هيفن، وزي ما انتوا شايفين في ماتش ماتشك بالشيف بروبوكس، انا بتابع بضحك وانا بالي بقى عشان اديني روبوكس كتير، يلا يا ابني حولي. طب طب الفرخة خلاص ما تزعقش. اوكي يا علوية دلوقتي هنروح نحول لحركات الفرخة. اوكي انا معايا 8294 روبوكس، هحول له 1000 روبوكس عشان هو اللي كسب طبعا. او ماي جاد ده حركات هتكون غنية نوب. يلا مش عارف مش عارف مستني، بعدين بروبوكس اهو. اوكي علوية طبعا خلاص كده حولت الحركات الفرخة 1000 روبوكس. اوكي كده يا ابني انت معاك 1000 روبوكس صح؟ لا 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 يا ناس بتهون، ما جاليش حاجة. ما جالكش حاجة؟ ورب النعمة. بص لو بتضحك عليا وانت نصاب همسكك حركات، بص عندك من ودنك انت كدابة. واد صور للعلوية وريهم. طب طب انا مش هوا اصلا، مش على وجهي، مش شايفين، مش معيش بروبوكس هنا في يا رحمنيك، مش ما جاليش حاجة، مش هوا زي ما هما، مش كل العلوية شايفين اهو، بس مكتوب زيرو بروبوكس وانا مالي انت نصابه وين؟ وات؟ بص والله انت اللي شكلك نصاب، لو ينزل اكتب لي في الكومنتات هو الواد ده فعلا اتحول لروبوكس ولا لا؟ انزلوا اكتبوا لي. ثعلب ودق انتوا لسه ما بعتوش حاجه؟ واو واو مالي انا بعت تيشيرتين ثعلب مع بنطلون. اوه يعني مين اللي جمع دلوقتي اكتر؟ انا بالي بعت بنطلون ب 10 جنيه، لكن دق بعت تيشيرتين ب 5 و5 برضه 10. اوه اوه يعني انتوا الاثنين بايعين قد بعض 10 و10؟ طيب ماشي ماشي، بقولوا لي مين اللي كسب في الاخر. وانتوا كمان يا علويه قولوا للواد حركات الفرخه تحول لي الروبوكس ولا بيضحك عليا، عشان بيقول لي انه ما جاليش حاجه. يلا يا ابني حولي مش عارف بالروبوكس. طب طب امال علويه اكتبوا لي الاول. لا مش بس مالك ما تحوليش حاجه. والله انت شكلك نصاب، انزلوا علويه اكتبوا لي بدل ما اخسر 1000 روبوكس ثانيه. اشوفكم بكره، سلام.